في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، فهل هناك قيام بعد الركوع الثاني، أم أنه ينتقي من الركوع الثاني إلى السجود دون أن يرفع من الركوع الثاني؟ لا، يقوم يعتدل، يقوم من الركوع الثاني ويعتدل ويقول ربنا ولك الحمد، ثم يسجد ولا ينتقل من الركوع إلى السجود، لأنه يترك ركن وهو القيام والاعتدال، ويترك واجب وهو ربنا ولك الحمد. نعم.